حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كليتشداروغلو وهو أحد أبرز أحزاب المعارضة حقق من جهته أفضل نتائجه في الانتخابات التشريعية منذ سنوات. كليتشداروغلو تحدث إلى أنصاره بعد الإعلان عن النتائج شبه الرسمية لعملية التصويت، وقال: لقد آمنا بالديمقراطية ونحن ندافع دوما عن الديمقراطية. Demokrasiyi her zaman savunduk. Her koşulda savunacağız. Adalet ve kalkınma. وأضاف كليتشداروغلو: نتمنى حظا طيبا لحزب العدالة والتنمية، ولكن عليهم أن لا ينسوا أننا اليوم أقوى مما كنا عليه من قبل منذ العام 1980. حزب الشعب الجمهوري وهو ذو خلفية كمالية نسبة إلى كمال أتاتورك يأمل في لعب دور أكبر في المشهد السياسي التركي في المرحلة المقبلة.